ينضم الينا في الاستوديو دكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه في جامعه القدس، دكتور ايمن ابدا من الخبر الاخير الذي تحدثنا عنه وهو سحب صلاحيات بن غفير فيما يتعلق بالمسجد الاقصى. ما الذي يمكن ان يقوم به بن غفير؟ بدايه تحيه الأخ احمد ولكل السادات والساده المشاهدين والمتابعين الكرام. نعرف انه بن غفير خلال الفتره الماضيه منذ ان اصبح في الحكومه اكثر شيء من مارس الماضي وهو يعني مثار طبعا يعني شغب في الشارع الفلسطيني وال والاسرائيلي ويمثل حاله تمثل ضغط بشكل كبير جدا على من يتحدثون بشكل باخر انهم طبعا اصحاب ديمقراطيه وقضيه بن غفير وتصريحاته وسلوكه طبعا يمثل ضغط كبير جدا ايضا م. على الامريكان الامريكان خلال الفتره الطويله الماضيه حاولوا ان يضغطوا على نتنياهو لتغيير بن غفير وسمرتش والذهاب بتحالف اخر لانه يروا ان هذا الامر سيزيد طبعا التحريض على الولايات المتحده الامريكيه وعلى الاحتلال لان بن غفير يعني يشبه كهانة الكهانة الذي منع سابقا من ان يكون عضو في كنيسه الاحتلال. اليوم بن غفير خلال الايام الماضيه كان اكثر المتطرفين عنوان هو عنوان آه. بالعكس في الحت... في داخل المجتمع الاسرائيلي يصنفون رجل التوك توك يعني هو إعلامي يتحدث كل هذه الاخبار اعلاميا بخ... من باب جلب الانظار اليه لا. وان يصبح هو قائد اليمين المتطرف داخل دوله الاحتلال نعرف انه كتله اليمين تزيد بشكل كبير جدا مم. والمحليات الانتخابات اللي انتهت امس كانت واضحه جدا رغم الاقبال القليل الا ان اليمين الذي حسم معظم البلديه لكن إيه لنعود الى بن غفير هذا الرجل الذي تربى داخل شبيبه التلال والشخصيه التي يميز نفسه انه راديكالي وانه ضد الفلسطينيين مثل مثل سموريتش حليف الصهيونيه الدينيه قاد حزب القوة اليهودية فترة طويلة ولم ينجح به الآن خلال الفترة الماضية كان مصر على إصدار قرار منع المصلين كل من هم دون الخمسين عاما من الضفة الغربية ومن القدس ومن فلسطين عام 48 من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان نعرف أنه يمتاز باعتداءات متواصلة على المسجد الأقصى وإصراره على أنه آن الأوان لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وان هذا المكان هو بالنسبه لهم هو مكان مقدس. نعم. طب الان اذا كبنيه الحرب يريد ان تكون شهر رمضان شهر هدوء ويدرك هناك حتى بعض الجهات الامنيه بشكل واحد اخي احمد كل الاجهزه الامنيه الاسرائيليه ترى ان عمليه التحريض المتواصل في شهر رمضان ستكون دافع لتحريك انتفاضه في طبعا في الضفه الغربيه. نعرف انه لو عدنا بالذاكره الى مايو عام 2021 كان هناك حراك رغم ان الحرب في مايو كانت مدة 11 يوم نعم وعدد الشهداء كان اقل بكثير مما نراه الان وحجم الاباده الجماعيه، لكن كان هناك حراك في الضفه الغربيه ولكن الاخطر كان في الداخل الفلسطيني. اليوم فلسطين عام 48 بعد خمس شهور من الحرب الحراك شبه صفري في الضفه في 48 هذه في تصرفات يعني تصرفات بن غفير ستدفع باتجاه تحريك هذا الشارع للاحتلال من عام 21 حتى عام 23 شغل بشكل كبير جدا لنشر الفوضى داخل المجتمع العربي ونشر الجريمه داخل المجتمع العربي ونشر حتى الاسلحه داخل المجتمع العربي، في ان المجتمع العربي غاب عنه التماسك الكبير وانجذابه نحو القضيه الفلسطينيه، لكن الان بن غفير سيعيد تلاحم بسلوكه هذا يرفع قيم الصراع بشكل كبير جدا، قد يدفع باتجاه انفجار الصراع في الداخل الفلسطيني 48 وكذلك في القدس. لذلك كابينه الحرب بالتشاور بنعرف كابينه الحرب هو اخر غير كابينه الحكومه اللي بتضم خمس نعم. خمس وزراء نتنياهو طبعا اضافت الى طبعا وزير الحرب جالند ويزن جوت وجانتس وما يطلق عليه صبي نتنياهو ديمر اللي هو وزير طبعا التخطيط الاستراتيجي الاسرائيلي. هذا الكبيري الحرب قرر بان يسحب صلاحيات بالنفير فقط في ملف القدس. لكن لم يسحب منه صلاحيات اخرى في نشر الاسلحه بين المستوطنين والفوضى التي يخطط لها في الضفه الغربيه بشكل كبير جدا م. عبر المستوطنين. ملف القدس الان لحساسية هذا الامر لحساسيته لانه اذا تم الذهاب الى شهر رمضان اللي يقترب بعد قرابه اقل من اسبوعين أو 13 يوم قد يكون وأتمنى طبعاً أن يكون شعبنا ينعم في هذه الفترة بالسلام والهدوء لكن للأسف الشديد لا زالت ماكينة القتل مستمر إذا ذهبنا إلى هذا الشهر اللي به ترتفع كل القيم الدينية وهذه مادة بالنسبة للإسرائيليين يروا أنها مادة للتحريض. وأصار بن غفير على استفزاز المسلمين في هذا الأمر. مم. الأمر لن يتحقق فقط في أو سيكون معامل تحريض فقط في في القدس أو في فلسطين عام 48 أو في الضفة الغربية قد يبعد إلى أكثر من ذلك. الى محيط عربي ومحيط دوله ايضا لان هذا سيكون عامل تحريك كبير جدا لذلك سحب هذا الفتيل من هذه القنبله التي يقود او يحاول ان يشعلها بن غفير بالنسبه للاسرائيليين امر مهم جدا في هذه المرحله بالتحديد لتخفيف حجم الضغط على الاسرائيليين واعتقد ان بن غفير سيرفض ذلك بشكل او باخر وسيحاول ان يستفز لكن قرار منع فلسطين عام 48 والقدس اعتقد انها حتى لو اصر عليه بن غفير الحكومه لن تمرره ولكن هذا سيتم اخي احمد مع فلسطينيين الضفه الغربيه، من يتمكن من الوصول منهم عدد محدود الان، يعني فلسطين عم الضفه الغربيه وصولهم للقدس اصبح يعني لا صح. تتجاوز لا تتجاوز نسب محدوده اللي يستطيع ان يدخلوا لان عمليه التصريح منعت يعني تصريح العماله م. الفلسطينيه كانت تقدر من 200 الى 250 الف تذهب للعمل في داخل المدن الاسرائيليه توقفت فما بالك عندما يكون السماح في شهر رمضان بالذهاب في المواسم العاديه يسمح بمنح تصريح تقترب من نصف مليون الى مليون لسكان القدس لسكان الضفه الغربيه بالذهاب الى القدس في شهر رمضان ويسمح في الاعياد بمنح نفس م. هذا العدد لزيارات داخل المدن الفلسطينيه م. هذا بمجمله سيتوقف لذلك اعتقد رؤيه بن غفير ستنفذ فقط شق واحد منها وهو على الضفه دفع. الغربيه اللي م. اصلا بالاصل لن يكون منهم احد ولكن لن يتم تنفيذه لا على الفلسطينيين 48 ولا على فلسطيني القدس جالنت يريد تعديلات على قوانين التجنيد هل اسرائيل في حاله حرب خطيره لهذه الدرجه ان تطلب تعديل للقوانين التي هي راسخه منذ ان انشئت؟ يعني اليوم احمد خمس شهور اسرائيل في تاريخها لم تخوض حروب خمس شهور مم. وبالتالي هذه الحرب الطويله بالنسبه لهم هي استنزاف لقدرات جيشها، استنزاف لقدراتها الماليه والاقتصاديه، واستنزاف لقدرات ل... العسكريه الكبيره رغم انه نعرف ان الناتو يمول هذه الحرب، والناتو يمول ال... 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 الاحتلال في كل شيء، ولكن ايضا هناك قدرات نعرف أن جيش الاحتلال قوة هذا الجيش تقترب بين نظامي واحتياطي لأكثر من نصف مليون 172 ألف نظامي وقرابة 350 ألف احتياطي يتم استدعائه الاحتياطي هو كل ما هو يتم استدعاء دون 45 إلزامي وفوق ذلك تطوعي طيب اليوم لماذا يريد جالنت أن يغير القوانين في أمرين مدة الخدمة في الجيش نعرف أن مدة الخدمة في الجيش الاحتلال 32 شهر الآن هو يريد أن يمدها إلى 36 شهر هذا الجيش الخدمه الالزاميه لكل من هم فوق 18 عاما وعندهم حسابات اخرى في موضوع ان كانوا طلبه جامعات او الاخير كما تحدث في كل جيوش العالم ايضا لديهم مشكله اخرى في موضوع المتدينين المتدينين حزب شاس ويقودات التوراة اتفقوا معنى قبل هذا الائتلاف ان يمرر قانون التجنيد للمتدينين من يخدم من يقدم في المعاهد الدينية خلال فترة التجنيد الإلزامي يعتبر وكأنه مجند. بجيش فترة التجنيد. تعتبر وتسقط عنه فترة مم. التجنيد وهذا قيل أنه سيدفع إلى عزوف كثير من الشبان والذهاب لو كذبا إلى هذه المعاهد الدينية ليهربوا حتى لو لم يكونوا ينتموا إلى هذا مم. القطاع من الحاردين ليهربوا من عملية التجنيد. وهذا سيمثل ضغط كبير جدا لذلك حاول بشكل كبير جدا وزارة الحرب الإسرائيلية. ومعها طبعا مكونات عسكرية إسرائيلية بعدم الذهاب إلى هذا القرار وأجل رغم أنه كتب ويؤجل كل فترة لأن هذا سيمثل ضغط كبير جدا على عدد الذين سيذهبون إلى التجنيد الإلزامي داخل جيش الاحتلال ومن يريد أن يذهب بعد ذلك يذهب طبعا هذا 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 طبعا جزء من 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 مطالب جالنت المطالب الاخرى من جالنت بدل من ان يكون التج... المتدينين اصلا او هذه الطائفه او هذه المجموعه لا تدخل لا تخدم في الجيش اصلا بالاساس لا تخدم في الجيش ولكن تخدم. ولكن هم يطلب حتى الان هم يخدموا مم. في الجيش الان يعني كل من هم فوق 18 حتى طبعا 19 عاما يجب ان يذهب الى الجيش لخدمه ثلاث عادة سنوات هؤلاء لا الان الان جزء منهم لا جزء منهم غير غير الزامي، جزء منهم يذهب الان للجيش لكن هم يريدوا ان يصدروا قانون بان بانهم لا يذهبوا للجيش، لكن م. الان يذهبوا للجيش لذلك نرى في متدينين داخل جيش الاحتلال م. ولهم خخامات داخل الجيش ولهم طبعا شكل غريب في في تفاصيلهم حتى الدينيه هم يريدوا ان ينفذوا قانون حتى الان القانون لم يتم وحتى حكومه 2019 سقطت بسبب هذا القانون. الان حكومه طبعا نتنياهو ليبرمان و سقطت بسبب اصرار في حينه المتدينين على تنفيذ هذا القرار وكان يقود هذه الحمره في الحمله في حينه نفتالي بنت اللي كان في حينه رئيس حزب يمينه نعم. الان طبعا الامور اختلفت وحتى في عندما اصبح رئيس الوزراء لم يمرر هذا القرار لانه يدرك حساسيه الامر انت تتحدث عن كتله اليوم صحيح ان كتله الحرديم قد تكون 20% لكن اذا اصبح ان مجرد انك تذهب الى معهد ديني لمده ثلاث سنوات تعتبر بمثابه خدمه في جيش الاحتلال سيسقط عنك هذا الشرط فسيذهب مئات الالاف إلى هذا المجال وسيصبحوا جميعهم متدينين، جميعهم سيربوا هذه الشعر وسيذهبوا إلى المراكز الدينية وكأنهم بالفعل أصبحوا متدينين رغم أنهم قد يكونوا ليس علمانيين ملحدين بالتالي بشكل أو بآخر سيذهبوا بهذا الاتجاه بشكل كبير جدا فقط ليستغلوا فترة عدم تجنيدهم، لم تعرف التجنيد بشكل عام هو لكثيرون من هم عايشين في حالة الرفاهية أمر مرهق بالتالي قد يهربوا من ذلك هذا ما 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 ينذر بخطر على جيش الاحتلال وبالعاده يحاول طبعا وزاره الحرب ان تؤجل ذلك الامر الثاني مد مده الاحتياط بالعاده كما اشرنا 45 عاما يتم استدعاؤهم الى السامي هو يريد ان يصل العمر الى 50 يعني يتم استدعاء كل من هم دون ال 50 في حاله الحروب بشكل طبعا عاجل ويقدر العدد في هذه الحاله سيزيد 100 الف يعني الفئه العمريه من 45 الى 50 قد تزيد عدد الاحتياط الذي <applause> ممكن طلبه في هذه الحروب الى 200 اذا فتحت جبهات اخرى بجانب غزه هو يحتاج الى ذلك نعرف انه هو استدعم الاحتياط 350 الف قيل وبالتالي اصبحت الكتله الكبيره رغم انه بعد ذلك صرح جزء الكتله الكبيره من الاحتياط اصبحت تحت الخدمه وتحت طبعا امره وزاره الحرب ولكن نتيجه ان لم تفتح جبهه الا غزه بدا تسريح تدريجيا <applause> جزء منهم ولم يبقى منهم لا يتجاوز حسب التقديرات من 100 الى 150 الف وسرح قرابة 200 ألف من الاحتياط الآن هو يريد إذا فتحت جبهات أخرى مثل الشمال فهو بحاجة إلى أن يستدعي عدد آخر ويزيد العدد بشكل أكبر من ذلك شكرا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس لوجودك معنا شكرا خحمة.